رغم أن الصديقين كريم عبد العزيز وماجد الكدواني لم يقدما أعمالاً مشتركة كثيرة، لكن ما قدما كان كافياً ليضعهما الجمهور في مصاف الثنائيات المميزة. في فبراير 2001 عرض لكريم والكدواني حرمية في كي جي 2، وحقق الفيلم نجاحاً كبيراً دفعهما بعد عامين لتقديم حرمية في تايلاند. وظلا سنوات لا يعملان سوياً حتى ظهر الكدواني كضيف شرف مع كريم في فيلم فاصل ونعود. عندكش كلاب؟ كلاب؟ اها، في دوبرمان؟ يعني مفيش كلاب؟ لا يا فندم، الدوبرمان ده نوع من انواع كلاب. هو الدوبر ده حيوان اصلا؟ ايوه يا فندم، الدوبر ده نوع من انواع الكلب. كلب. طيب وحتبوا بقى، عايزك تلف لي واحد دوبر ابيض وواحد دوبر اسود. وفي 2019 التقيا في فيلم نادي الرجال السري الذي شاركت في بطولته غادة عادل وأخرجه خالد الحلفاوي. وبعد عامين ظهر الثنائي معاً في البعض لا يذهب للمأذون مرتين، ثم أطلا سوياً في الجزء الثاني من مسلسل الاختيار. يا سراي، انت جايبالي اخوك محرم ولا ايه؟ وانت رخر مالك، انت ليه شعرك طق كده؟ زوزو مالها؟ طردتني وحلفة ما ترجعني إلا لما تقدم لها من أول وجديد. يعني إيه تتقدم لها من أول وجديد؟ يعني أجيب بسبوسة وأروح أطلبها تاني من أبوها الله يرحمه. أحب الجمهور الكيمياء الخاصة التي تجمع بين كريم والكدواني، وأشاد بفرحة الكدواني بكريم عبد العزيز وهو يتسلم جائزة فاتن حمامة من مهرجان القاهرة السينمائي، وبتلك الصداقة الممتدة بينهما.